كتاب ثمنه 20 درهم، 200 درهم. الثمن الجديد للكتاب بالدرهم بعد تخفيض نسبة 20% هو واش 120، 100، 250، 160. شنو غادي الدرهم تاعك؟ غتحسب بعد شنو هي هاد 20% بالدرهم، غتحول هاد 20% بالدرهم، يعني نحسبه بعد 20% بالدرهم من الدرهم عاد نقصها من 200 درهم. عندك 200 درهم كتعطيني 200 درهم كتعطيني 100%، كيف ما درنا قبيله 200 درهم كتعطيني 100%. نعم تمرد الباب، 200 درهم كتعطيني 100%. مزيان، وعندك 20 في عندك اكس، اكس كيعطيني شحال؟ اكس كيعطيني 20%. وهذا 20% غادي نحيد الصفر من الاخراني حيتاش بغيت انا غير 20%. يعني اشنو غادي ندير؟ اكس يساوي 200 في 20 مقسوم على 100، اكس يساوي 200 في 20. اذا كيف ما قلنا اكس يساوي 200 مضروبه في 20 مقسومه على 100، يعني اكس كيساوي 200 مضروبه في 20، يعني هاد 200 هادي، هاد 200 الا ضربناها في 20 مضروبه في 20 عاد غادي نقسموها على 100. مزيان غنختزلو بالاصفر باش من غنحيدو صفر من هنا ونحيدو صفر من هنا، غنحيدو جوج ديال الأصفار من هنا، يعني جوج في 20، جوج في 20 غادي تساوي 40، يعني 40 درهم. 40 درهم هي النسبة المئوية اللي ديال التخفيض. اش غادي ندير أنا؟ غادي ناخد 200 درهم نقص منها 40 درهم. إذا نقصت من 200 درهم 40 درهم، اش غادي يبقى ليا؟ 200 درهم ناقص 40 درهم، غادي تبقى ليك 160 درهم. 160 درهم. السؤال الموالي، إذا كان العددان 10 و20 في هذا الترتيب متناسبين مع هذا الدرجة التناسبية، متناسبين مع العددين 25 و10، فإن قيمة العدد أ 25 و أ، فإن قيمة العدد أ هي، وخا بالنسبة لعشرة متناسبة مع 25. مزيان، وبالنسبة ل 12 متناسبة مع اش؟ متناسبة مع أ. مزيان، يعني إلا بغينا نجبدو شنو هي أ، غادي نديرو 10 كتعطيني 25، و 12 كتعطيني أ، يعني اش كتساوي؟ أ تساوي 12 في 25 مقسمة على 10، يعني 12 في مضروبة في 25 مقسومة على 10. العشرة هذه إلا بغينا نحيدوها غادي نديرو نطلعوها لهنا ونديرو فاصلة. غادي تحسبو هاد العملية هادي، غتحسبو هاد العملية هادي، شوفوا شنو هو الجواب اللي غادي يخرج لكم، وغادي يخرج لكم تساوي 30. غتخرج لكم هاد الجواب تساوي 30. ثم غادي نمرو ل29. السؤال 29، بالنسبة للسؤال 29 في شكل جانبه مربع ومثلث متساوي الأضلاع لهما نفس المحيط. هاد المثلث راه متساوي الأضلاع، يعني هذا يساوي هذا يساوي هذا، وهذا عنده نفس المحيط مع هذا. طول ضلع المربع بالسنتيمتر هو، طول هاد الضلع ديال المربع بالسنتيمتر هو، قال لك واش أ ولا بي ولا سي ولا جيم ولا دال. اش غادي نديرو حنا؟ غادي نحلوها بالنظمة. عندنا طول، قال لك الاخر سميتو لهما نفس المحيط، يعني المحيط ديال هذا يساوي المحيط ديال هذا. غنديرو كيف ما درنا في هذاك الميزان ديال الله اللي يلاه شفنا التمرين ديالو، غنديرو 3، الطول ديال هاد الضلع غادي نسميوه اكس، يعني 3 اكس يساوي اش، حيت قال لك لهما نفس المحيط، لهما نفس المحيط، يعني المحيط ديال المثلث يساوي المحيط ديال المربع زائد شحال من ضلع عند المربع، 4 ديال الاضلاع، يعني 4 اكراك. اشنا هي اكس؟ اشنا هي اكراك؟ اكس هي طول الضلع ديال المثلث، واكراك هي طول الضلع ديال المربع. مزيان، غادي نجيو لهذا اللي كاين هنا، هذا المستقيم اللي كاين هنا، عطاونا 10 سنتيمتر ياك، واخا هذا الضلع شنو كيمثل بالنسبه للمثلث؟ كيمثل هذا المثلث هذا على 3،
يعني المجموع ديال المثلث على 3. باش نلقاو هذاك الدرهم غادي نديرو اكس، هاد اكس هذا اكس يعني الضلع، حيتاش قلنا لك قبيله هاد الضلع ديال المثلث هو اكس، اكس يساوي اكس زائد الضلع ديال المربع ايضا اكس زائد ايكغيك يساوي شحال؟ شحال كيساوي؟ كيساوي 10 سنتيمتر. انا علاش كنقلب على طول الضلع ديال المربع اللي هو عاطيني هنا، طول الضلع ديال المربع قال لنا بان المربع هنا هو ايكغيك، كنقلب على ايكغيك، يعني غادي نجي الايكغيك هنايا غادي نجبدو من هذه المعادله ونجيو الاكس بعدا نجبدوه ونعوضوه هنا باش نجبدو ايكغيك. يعني اكس شنو كيساوي من خلال المعادله الاولى؟ اكس كيساوي 4 على 3 ايكغيك، 4 على 3 ايكغيك، اكس يساوي 4 على 3 ايكغيك. مزيان، غادي نجيو نعوضو اكس هنا، عندنا 4 على 3 ايكغيك، 4 على 3 إيكغيك، 4 على 3 إيكغيك زائد إيكغيك، شنو هي الإيكغيك؟ ها هي تساوي إيش؟ تساوي 10، تساوي 10. دابا شنو؟ دابا عندنا معادلة بمتغير واحد، يعني سهلة باش نبدوها. إيكغيك كتساوي إيكغيك عامل لي، غادي نوحد المقام، 4 على 3 زائد 1، يعني غادي نديرو توحيد المقام ديالنا بـ3، 4 زائد 3 غادي تساوي 7. 7 تساوي 10، تساوي 10. مزيان، الا بغينا ايكغيك شنو كتساوي؟ غادي تساوي لينا، غادي نطلعو هذا الفوق ونزلو هذا لتحت، 3 في 10 اللي هي 30 على 7، تساوي 30 على 7. شوفوا شنو هو السؤال، شنو هو الجواب اللي فيه 30 على 7؟ هو جواب د، 30 على 7، جواب ب عفوا. ثم غادي ندوزو للسؤال 30. قام مصرفي بإعداد بيان حول عدد السحبات من الصراف الآلي في نهاية الأسبوع فحصل على الجدول التالي. المبلغ مثلا 100 درهم، شحال من الناس داروا سحبوا 100 درهم؟ سحبوا 4 ديال الناس، شحال من واحد سحب 200 درهم؟ 12 واحد. شحال من واحد سحب 300 درهم؟ 14 واحد. الصرف الآلي هي لابونك، هي البنك، مثلا البوسطة، شحال من واحد سحب هذه؟ شحال من واحد سحب هذه؟ نسبة السحبات حيث المبلغ الأكبر أكبر أو يساوي 300 درهم، يعني غادي نحسبوا نسبة السحبات من هنا، المبلغ اللي هي أكبر أو يساوي 300 درهم. غادي نديروا الطريقة اللي درنا قبيلة، غادي نجمع عدد السحبات، عدد السحبات ونديروها في 100%، غتجمع هاد الأعداد هادو وديرهم 100%، ثم غادي تاخد هذيك مثلا هذيك 300 درهم وديرها اكس، غادي تجبد اكس ديالك وغادي تشوف هذيك اكس ديالك هي البورسنتاج، يعني النسبة المئوية ديال شحال من واحد سحب اكثر من 300 درهم، اكثر من او يساوي 300 درهم. غادي تلقاها بلي 80% سحب اكثر 300 درهم او اكثر. ثم غادي نمروا للسؤال الموالي وهو ديداكتيك الرياضيات، يعني المجال ديال الديداكتيك. بالنسبه للمجال ديال الديداكتيك فيه 7 ديال الاسئله، باستعمال تقنيه القسمه يحسب المتعلم، يحسب التلميذ التعليم الابتدائي باقي وخارج عدد قسمه عددين اعتمادا على ما يلي، يعني باستعمال القسمه هو تيدير تقنيه القسمه. غادي نشوفوا غير هنا، غير خاصك تكون ذكي شي شويه، قلب في الاجوبه باش يكون فيهم اللي فيه القسمه، حيت هو الا بغى يدير القسمه باش يخرج الباقي والخارج خاصو يدير عمليه القسمه طبعا، يعني الضرب والجمع والطرح والتقريب راه ضروري خاصو يدير القسمة. الضرب والقسمة والطرح والتقريب، هاد الأخرين ما فيهمش القسمة، إذا الجواب هو هذا، الضرب والقسمة والطرح والتقريب. خاصك تكون ذكي في بعض الأسئلة، من خلال ما تكونش عارف الجواب غادي تطبق المنطق وغادي تعرف. في المستوى الثالث من التعليم الابتدائي يدرس التلميذ الأعداد. بالنسبة للمستوى الثالث، العدد اللي كيحبس فيه التلميذ هو 9999، حيتاش كل مستوى والحد اللي كيوصل لك التلميذ. ثم السؤال 3، يشرع في تدريس الأعداد الكسرية بالتعليم الابتدائي من المستوى الدراسي. بالنسبة للأعداد الكسرية كيبداو في المستوى الخامس ابتدائي، بالنسبة للأعداد الكسرية. ثم أيضا هذا الشيء تقريبا كيتعلق بالمعارف. ثم أيضا يعتمد المدرس عند تدريس مفهوم جديد المراحل متسلسلة كالتالي. هانت بالنسبة لتاني هذه خاص يكون بعدا الفعل، الفعل هو اللي كيبدا به، يعني هذه غتحيدها، الفعل هو اللي كيبدا به. ثم غادي تشوف اشنو كيتبع الفعل،
كاين هنا الفعل المصادقة الصياغة المأسسة، ثم الفعل المصادقة الصياغة المصادقة المأسسة، ثم المأسسة هي اللي كتوخر، يعني هذه ولا هذه هي اللي غتكون صحيحة. بالنسبة للسؤال الدال مشافية تاو، يعني بقات لك هي هذه ولا هذه، الفعل المصادقة ثم الفعل والصياغة، شكون فيهم اللي تيسبق؟ واش الفعل والمصادقة ولا الفعل والصياغة على المصادقة؟ تكون الفعل الصياغة عاد المصادقة عاد المؤسسة. ثم السؤال جيم، السؤال خمسة، الوضعية الديداكسيكية واش نشاط تطبيقي ولا التوليفي ولا بنائي ولا التقويمي؟ بالنسبة للوضعية الديداكسيكية تتبقى دائما وضعية بنائية، يعني تما فين تنبنيو المعارف عند المتعلم. ثم نمر إلى السؤال الموالي اللي هو السؤال رقم ستة، التعبير التالي هو وصف ملائم للوضعية المشكلة. بالنسبة للتعبير، بالنسبة للوصف ملائم للوضعية المشكلة، سياق معلوم وهدف غير معلوم وإجراء معلوم. خاصك بعدا تعرف واحد القضية قبل ما تقرأ هذا الشيء، بأن الوضعية المشكلة خاصك تعرف الأهداف ديالها، يعني أنت كدي أشنو هي الوضعية المشكلة؟ راه واحد التمرين، تمرين معين على شكل وضعية مشكلة، خاصك تعرف الأهداف ديالو، يعني خاصك تعرف أشنو باغي توصل للمتعلم. إلا أنت كأستاذ ما عرفتيش الهدف من هذيك الوضعية المشكلة، راه ما غتوصل حتى شي بلاصة يعني بالدراسة ديال المتعلم. يعني غادي نقلب في هادو، اشنا هي الهدف معلوم، هذا هدف غير معلوم، ميمكنش تكون داير واحد التمرين وما كتعرفش الهدف ديالو. يعني هدف معلوم، هدف معلوم مزيان. غادي نجي دابا، سياق معلوم وهدف معلوم واجراء غير معلوم. هذا سياق معلوم وهدف معلوم واجراء معلوم. الا كان سياق معلوم وهدف معلوم واجراء معلوم، دونك ما غاديش ندير الوضعيه المشكله، علاش غنديرها الا كان كل شيء معلوم؟ دونك هنا كاين اجراء غير معلوم، داكشي علاش درنا الوضعيه المشكله، باش منها نعرفوا هذاك الاجراء اللي غادي نديره. إذن الجواب هنا هو جيم. ثم غادي نمروا إلى السؤال الموالي، وهو تقريبا آخر سؤال. خلال محطة الطريد يستهدف المدرس ما يلي: تدوين ملخص الدرس، ولا البحث عن النموذج الرياضي لحل وضعية ملموسة، والعمل ضمن مجموعات فهم وضعيات الانطلاق. احنا بالنسبة للتريض، في مرحلة التريض ما كنكتبوش ملخص، ما كنديروش العمل في مجموعات، وما كنديروش ما كتعنيش ايضا فهم وضعية الانطلاق، هي كتبقى البحث، حيت وضعية التريض المتعلم. يستهدف المدرس اشنو كيدير؟ يستهدف البحث عن النموذج الرياضي لحل الوضعية، يعني انت كدير التريض المتعلمين. الجواب هو الجواب رقم ب. وهنا تكون انتهى الامتحان ديالنا، ونتمنى تكونوا فهمتوا واحد شوية، واللي عنده شي مشكل في شي سؤال ما فهموش مزيان يحطوا لنا في الكومنتار، ان شاء الله غادي نجاوبوه في الجواب ديال السؤال ديالو. ونتمنى ديروا جي من لاشين ديالنا ولا فيديو ديالنا، وتبارطاجيو من طبيعة الحال، وتشتركوا في القناة ديالنا. والله يوفق الجميع، انتظرونا في الشرح الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.